خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت وشهدتها امبارح. إن الحكومة أكدت على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح ل 53% للعام 2025-2026. وزيرة التضامن بحثت آليات تطوير منظومة الكفالة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي. كمان الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت يوم توعوي حول الاستخدام الرشيد للأدوية وتعاون مصري ياباني لتطوير نظم إدارة المنظومة الصحية في مصر. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أنه وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط، الحكومة تستهدف التوسع في إنتاج الحاصلات الرئيسية لزيادة الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والذرة، وبتعمل على رفع النسبة من 45% عام 2021 ل 53% بالنسبة للقمح و 56% للذرة عام 2025-2026. وده حسب ما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023-2024. امبارح استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماتيو كايرو المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة والوفد المرافق له، وتم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدى الجهات الشريكة لدعم وتطوير منظومة الكفالة في ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي. تناول اللقاء التعاون على المستوى التدريبي في رفع كفاءة العاملين في منظومة الكفالة بمحافظات القاهرة والجيزة والأليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وهيتم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان مع نهاية العام، بالإضافة لبعض الجمعيات الشريكة العاملة في هذا المجال. امبارح أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية يوماً توعوياً للمواطنين عن الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية بداخل كافة مستشفياتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان، وده تزامناً مع اليوم العالمي لصيدلة المستشفيات. وأبرزت هيئة الرعاية الصحية دور الصيادلة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة بأعلى معايير الجودة العالمية بالتعاون مع الأطباء، مؤكدة دورهم المحوري والأساسي في إنجاح المنظومة الطبية بشكل عام، بما يضمن حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، وذلك في ظل دعم كبير من الدولة وما تلي من اهتمام بصحة وسلامة المواطنين. امبارح شارك السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان في حفل ختام دورة إدارة المستشفيات وتأهيل الكوادر الطبية الإدارية المصرية اللي تم تنفيذها بواسطة جامعة طوكيو الطبية، وتضمنت زيارات ميدانية للمستشفيات وشركات الدواء اليابانية، وشارك بها عدد من مديري ومسؤولي المستشفيات المصرية الجامعية والتابعة لوزارة الصحة، بما في ذلك مستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة وحميات بنها وشبين الكوم وأسيوط و15 مايو، بالإضافة للمعهد القومي للسرطان.